إذا هلا بدنا نرجع نغير السرعة مضبوط؟ بنطلع بي انيشال، بس حتى اطلع بي انيشال رح يكون عندي قديش كان عندي 7 مش هيك؟ بدينا ب7. إذا هاي رح ارجعها ل7 بس رح اغير الآن السرعة ل 2. اوكي؟ ما في شيء ثاني رح يتغير الآن، رح نعمل ران. طلع عندي 107.5. هلا بنقسم 107.5 على 30 رح تعطيني ال كمان 4. وبعدين رح يطلع معي الانترفال انيشال بتساوي 107.5 على 4. قديش بيطلع اول انترفال؟ 26.9 سكندز. ومن 26.9 سكندز راح اطلع بي انيشال او بي انيشال بلس 1، راح يكون 26.9 في 7 على 30. قديش بيطلع معي بي؟ 6.3. هلا راح نحط هون محل هاي 6.3 وراح نكمل. اذا راح ناخذ محل 7 6.3 راح نعمل ران. 102. هلا عشان ما راح نعيد كل التفاصيل هذيك راح نقسم هذا مباشره على 4 مش هيك؟ 102 على 4 25 ضرب 7 على 30 5.96. فراح اعوض مباشره 5.96 راح نعمل ران. 99.635 على 4 ضرب 7 على 30 5.8. هلا انتوا راقبوا لما تشوفوا الار تي تي تغيرت باقل من 0.1 اوف سكند رح نوقف. تغيرت مزبوط ولا لسه؟ 98.25 نقسم على 4 24.56 ضرب 7 على 30 5 70 73 98.2 97.7. تغيرت بأكثر من 0.1 على 4 97.7 على 4 ضرب 7 على 30 5.7 5 و 7 و 10 نعمل run 97.7 97.3 لسه عم بتغير في 0.4 تقريبا مش هيك؟ نقسم 97.34 على 4 بي بتطلع 5.7 لسه 5.7 ما تغيرت، يعني ممكن نوقف هون خلينا نجرب اخر. ما هو مش رح تتغير هون اذا حطيت 5.7 مش رح يتغير شيء، فبدنا نوقف هون 6.7 يعني المفروض اروح منزله زياده في بي اذا بدي اشتغل. ها قديش تطلع 5.67؟ طيب بنجرب 5.67 اخر وحده. اخر رقم راح نوقف عنده هو 97.08. اذا نحسب هلا الانترفال النهائي 97.08 على 4 24 و27. طيب بدنا نحسب هلا الهاند كاباسيتي المفروض تطلع 7%، بس خلينا نتاكد 300 على هذا الرقم في 4 في 5.67 على 1000 7%. وفي 2 قديش احنا اخذناها؟ 2. اذا هل احنا استفدنا من السرعه الاعلى؟ لا. ما استفدنا شيء لانه ال لساها 4. انا مين احسن لي استعمل الكباسيتي؟ طبعا رح تتغير الكباسيتي. قديش رح تكون الكباسيتي هلا هون عندنا؟ كانت هون 5.2 هون رح تصير 5.67. نقسم 5.67 على 0.8 ونعمل راوندينج اب تصير نفسها 8. 8 بتطلع مش هيك؟ اذا نفس الكاباسيتي. هلا الاستفاده الوحيده اللي استفدناها من السرعه الاعلى ايش هي؟ انه اعطيته شوي انترفال. هاي هون 22 مش هيك؟ انا حاططها غلط. هاي 22.5 مش هيك؟ 22.5 وهون 24. في فرق تو سكند، بس انت لو مكاني مين تختار؟ ناخذ هاي. ليش؟ شو الفرق بالهذا؟ ما فيش، احنا محققين الشرط. ليش اكلف حالي زياده؟ وهي على فكره رح تكلفك محرك اكبر واجهزه، والاجهزه راح تكون اكبر، وايضا ناخذها الا اذا الثالثه اعطتني شيء.
إذا توفير ما راح أوفر إشي، ما في احتمال إني أوفر إشي هون، مصاعد هاي ال تساوي 4، شو ضل عندي ناقص هون؟ سي بتساوي 8، بي قديش كانت آخر إشي؟ 5.6 طيب بدنا ناخذ الآن السرعة الثالثة.